السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلاب السادس الإعدادي، أهلا وسهلا بكم في شرح مادة اللغة العربية المنهج الجديد، منهج 2023. اليوم عندنا الأدب، عندنا بالأدب الشاعر حافظ إبراهيم. الشاعر حافظ إبراهيم، ولد الشاعر المصري حافظ إبراهيم في عام 1871. زين، ولد، أتقن اللغة الفرنسية، كان أتقان اللغة الفرنسية، وترجم رواية البؤساء لفكتور هيجو. زين، وعلى الرغم من إتقانه الفرنسية بقي وثيق الصلة بالتراث العربي القديم من دون أن يفقد ميزاته الفنية الخاصة وشخصيته الشعرية. كانت أغلب موضوعات شعره ترتبط بالأحداث هاي مهمة، ترتبط بالأحداث والمناسبات العامة، وتكشف اهتمام عميق عن بمشكلات الفقر في بلاده، إذ كان شديد الإيمان بوظيفة الشاعر الاجتماعية والوطنية. زين، هذا أغلب موضوعات شعره كانت بمن ترتبط بالأحداث والمناسبات العامة، وتكشف عن اهتمام عميق بمشكلات الفقر في بلاده، إذ كان شديد الإيمان بوظيفة الشاعر الاجتماعية والوطنية. وقد استطاع أن ينال شهرة واسعة عبر موضوعاته الشعبية وشعره الاجتماعي، فضلا عن السلاسة في أسلوبه الشعري والبساطة والمباشرة في المقاربة والانسياب في العاطفة التي تجعل شعره يستهوي القارئ والسامع مباشرة. هاي مهمة أيضا، السلاسة في أسلوب شعره والبساطة والمباشرة في المقاربة والانسياب في العاطفة. لقب بشاعر النيل، ديوان مطبوع بمجلد من جزئين من قصائده في الشكوى. قصائده شنو موضوعها؟ كان في الشكوى، حسرة على فائت، اسمها حسرة على فائت. للحفظ 7 أبيات، لم يبقى شيء من الدنيا بأيدينا إلا بقية دمع في مآقينا، كنا قلادة جيد الدهر فانفرطت، وفي يمين العلا كنا رياحينا، كانت منازلنا في العز شامخة لا تشرق الشمس إلا في مغانينا، وكان أقصى منا نهر المجرة لو من مائه مزجت أقداح ساقينا، والشهب لو أنها كانت مسخرة لرجم من كان يبدو من أعادينا، فلم نزل وصروف الدهر ترمقنا شزرا وتخدعنا الدنيا وتلهينا، حتى غدونا ولا جاه ولا نشب ولا صديق ولا خل يواسينا. هذه بالنسبة، هاي حفظ أعزائي الطلبة، هاي يجب أن تحفظوها. زين، عدنا المعاني أو المدلول اللغوي. المآقي هي مجرى الدمع من العين. المغاني وهو المنزل الذي غني به أهله، أي أقاموا به، يعني يقصد. المجرة هي النجوم الكثيرة ينتشر ضوءها، فترى كأنها بقعة بيضاء، شبهها الشاعر بالنهر. صروف الدهر نوائبه. النظر الشزر، أن تنظر إلى غيرك بجانب عينك ولا تستقبله بوجهك معرضا عنه أو غاضبا عليه. النشب المال والعقار. زين، التعليق الشكوى، وإحنا قلنا قصيدة الشاعر كانت هي بها شكوى. الشكوى ميل فطري لدى الإنسان يلجأ عند الشعور بالألم أو الحزن واليأس، أو عند الإحساس بالاضطهاد والظلم. إن الشعر مرتبط بالشعور الذي يثار في تجربة ذاتية أو عبر تجربة ينفذ فيها إلى مسائل الكون أو مشكلة من مشكلات المجتمع. أيضا الشكوى، أصبحت الشكوى من فنون الشعر العربي، مهمة هاي، أصبحت الشكوى من فنون الشعر العربي التي قال بها كثير من الشعراء للتعبير عما يجيش في نفوسهم من الهموم والأحزان نتيجة الخلل والانحراف في الحياة السياسية والاجتماعية والفردية. وتنوعت الشكوى وتحددت باختلاف الأوضاع العصرية مع مرور الزمن منذ العصر الجاهلي وحتى يومنا هذا. حافظ إبراهيم بمنأى عن هذا الغرض، إذ كتبت فيه قصائد عدة بثت فيه ما يعتلج في نفوسه من هموم وآلام، منها قصيدة حسرة على فائت التي يأخذ مطلعها إلى نقطة مركزية في القصيدة. هنا عندنا أعزائي الطلبة القصيدة، إذا كتب فيها قصائد عدة بث فيها ما يعتلج في نفسي من هموم وآلام، ومنها قصيدة حسرة على فائت، حسرة على التي أخذ في مطلعها نقطة مركزية في القصيدة، جوهرها الحزن، هاي مهمة، جوهرها الحزن والألم بملامح البكاء،
وكأنه يفتتح القصيدة ويختمها في مقدمتها، ويحرص على أظهار ملامح الشكوى عبر التغني بالماضي وتوظيف ما يمكن توظيفه من التراكيب البنائية في النص. يعني هاي مثلا يسألني شلون كان يظهر ملامح الشكوى عبر التغني بالماضي وتوظيفها ما يمكن توظيفه من التراكيب البنائية في النص. فمثلا يوظف صيغة الماضي في خبره الذي يستهل فيه القصيدة. أيضا عندنا أعزائي الطلبة: لم يبقى شيء من الدنيا بأيدينا إلا بقية دمع في مآقينا. شوفوا هاي بدأ بيها ليأكد الحقيقة المؤلمة التي آلت إليه حال الأمة. فأداة النفي لم تقلب الدلالة الزمنية، احنا نعرف أنه لم تقلب زمن الفعل المضارع من الحاضر إلى الماضي، وهذا يزيد تأكيد الخبر. ولم يكتبي الشاعر بلم، بل يؤكد خبره بأسلوب القصر ثم يعمد إلى توظيف الفعل الماضي، ولا سيما كان في غير موضعه، ليقدم مقدار تعلقه بماضيه وقيمه القومية وتغنيه بالماضي المجيد. شوفوها، لا سيما استخدم كان في غير موضعه، ليش؟ ليقدم مقدار تعلقه بماضيه وقيمه القومية وتغنيه بالماضي المجيد، وما كانت عليه الأمة من سؤدد ورفع وشموخ، معبرا عن ذلك في استعمال ألفاظ العلا المجرة الشهب، مدعوما بتصويره القوة والمنعة في مواجهة الأعداء. إلا أن ذلك ينحسر ويذوب بعد استحضار ما آلت إليه أحوال هذه الأمة في تقلب صروف الدهر وخداع الدنيا والركون إلى لهوها. وإمكاننا أن نلاحظ محاولة الشاعر في إلساق ضميره بضمير الجماعة، وكأنه ينطق به. هذا السبب ليش إلساق الشاعر ضميره بضمير الجماعة، وكأن ما ينطق به هو لسان حال قومه الذين أصبحوا على غير حالهم، وجاههم لا يركن إليهم خليل ولا صديق. هذا كل ما موجود أعزائي في قصيدة الشاعر حافظ إبراهيم. إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.